سانك اوغستان تاع النابا هذا اصله هنايا هذيك الكتابه هذه الكتابه الخلطه البونيقيه بالرومانيه بالماتا هذه لاتا. المهم رانا ليكيب في مادور، مادور هذه في سوق هراس بعيده واحد 25 كيلو على سوق هراس، اثار رومانيه، مدينه رومانيه كبيره جينا نفيزيتيوها. كل ما نفيزيتيو بلاصه نوريها لكم معنا. الكتابة الرومانية على ليكيب. شوفوا سوق هراس وش فيها، الآثار الرومانية في منطقة المادور. بعد نحوس لكم على التاريخ ديالها ونبارطاجيوها معاكم. طاحوا لي نواطر الاولانيين بالشكر على كل حال، طاحوا لي داخل في البيت. كاينه تقبه شغل يبان تونال، تونال منا على الدروات، تونال منا على الدروات، وكاين تقبه لي كنشوفوا الا تخرج في البير ولا لا. هذا بيا تكون تخرج في البير نروح نجيب نواطري ندير برك الضو. طلع حطبها هكذا كطيها عليك، نمشي نلفعها نضربها بها. البرد ما كاش، ما يديني ما كاش. إلا خرجت في البير راه صورني مليك. بسم الله يا ربي، تكلت عليك يا ربي يا ربي يا ربي. شوفي كيش دايرين الرخام لداخل. زكي حنخرج في البير ها. خرجت في البير يا غالي، 10 مترات كاع تهبط اخر وبيت تمشي يا غالي. او نوادر درنا شويه صدابه شويه يعني. نوادر درامهم حلال. او البير وش فيه؟ كبر من الداخل. والله نروح بالعقل. Oh.
طالع هادي السيتيرنا تاع الماء، هنايا لافابو، هنا الحمام ريح هنايا، وهذا الفو هذا باسل. هو كاين واحد اخر من هنا والله، وعنده الدروت باش تطلع ليه، ها واحد زوج وتشبك واقدر فيها تحميهم في الامبراطوريه الرومانيه مع مهدي الروماني. الله يرضى عليك بيك، جينا على شغل في سوق هراس لقينا رحنا نحوش معاها لي بومال ديالهم تاع حديد، لي بومال تاع الباب، وتجي هنا باب تاع حديد، والحج والحيط تاع حجر، روح انت ودخل فوالا. هنا وصلنا لافان كاع هادي طريق تاع القدرة. كانت مغامرة جميلة بزاف، مغامرة شيقة، موقع أثري ولا أروع، زيد كان الحال شباب، كانت السما صافية، مام التصوير خرج هايل. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، ومام عجبونا مام لي زاجون لي في الدخلة، قلنا لهم حنا الاولين اللي لحقنا، كانت 9 تاع الصباح، ما خلصوا علينا ما والو، رحبوا بينا، ان شاء الله كيما رحبوا بينا يرحبوا بكم. الموقع الاثري مادور سوق هراس راه يستنى فيكم باش تزوروه، وفي الصفحة ديالنا حنخلو لكم الحكاية تاع المدينة الرومانية هادية. دوك تمتعوا معنا، تمتعوا معنا باينة. السلام عليكم.